من بين الحديد والنار يكسبون قوتهم اليومي، وما يقارب العقدين والحاج سيف علي يعمل داخل هذه الورشة المتواضعة في صقل الآلات التي يستخدمها الفلاحون من أبناء ريف تعز، وارثا هذه المهنة عن الآباء والأجداد. أنا اشتغلت أنا والوالد سواه لنا حوالي أنا عمري 15 سنة، بعد ما الوالد مسكت أنا العمل، بعد ما توفى الوالد مسكت الشغل أنا. تمام، الوالد توفي له 12 سنة على ما مات، أمسك العمل أنا بعده. هذا بالنسبة للشغل. الوالد كان هذا هو قبل جدي، يعني جدي كان يشتغل هنا. تمام لك، بعد جدي مسك أبي، بعد أبي مسكت أنا. الآن هذا ما سكن الحين بعد ما راح. تعد هذه المهنة من المهن الصعبة والشاقة، حيث يعمل على إعادة تطويع أسياخ الحديد والتي تمر بمراحل عدة حتى تصبح جاهزة للاستخدام في حراثة وفلاحة الأرض. أولا بالنار، ثانيا نخرج ندقهم فوق الزبرة هنا، ثالثا بعد ما ندقها ندقها بالنار ثاني مرة نطفيها في المي. هذا بالنسبة للمطارق. نعم، الحديد أي حديد، يعني أي حديد، أي حقنة عطيب، أي شغل اشتغل. العبال، الفتاق، أي حاجة، هذا كله على طلب الرعوي، اللي يشتي فتاق فتاق واللي يشتي عبال عبال. هنا يقضي الحداد ساعات طويلة يوميا، على الرغم من كونها من البيئات الخطرة والتي يتعرض فيها إلى درجات عالية من الحرارة وبرادة الحديد الساخن ونقص كميات الأكسجين وانبعاث غازات ضارة ناتجة عن انصهار الحديد، إلا أن كل ذلك لا يمثل أي خطر بالنسبة لهؤلاء والذين يعتمدون إلى حد كبير عليها كمصدر للدخل في مواجهة ظروف العيش الصعبة. كانوا يشتغلوا الأرض، وكان المحاديد يشتغلوا، والرعية يعني يشتغلوا بأرضهم. الآن من يومهم لا وقفوا يعني على المحاديد وعلى شغل الأرض، خلوا النسالب، أصبح لعب شغل بالمحاديد ولا في، أصبح يعني ضايع من جهة المحاديد والأرض صالب، أكثر الناس يعني وقفوا الأرض سلبة. رغم ظهور الآلات الحديثة والمصانع، لكن ما تزال مهنة الحدادة تحافظ على طابعها التقليدي، وإن شهدت ضعفا في الإقبال عليها من قبل المستفيدين وتراجع الاهتمام بالأرض من قبل المزارعين، إذ شكل ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت لتراجع هذه المهنة، لكن ما تزال تصارع من أجل البقاء وتقاوم عوامل النسيان والاندثار. تعد مهنة الحدادة واحدة من أعرق وأقدم الحرف اليدوية التي تنتشر في ريف محافظة تعز، حيث ما تزال تصارع من أجل البقاء والحفاظ على الطابع التقليدي للمهنة رغم كل الظروف المحيطة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.